شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع رولينج بلاس لتصنيع الإطارات على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات 1 مليار يورو. ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل باستثمارات 1 مليار يورو وبطاقة سنويا عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل. أعلنت وزارة الخارجية أنه خلال الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان تم الاتفاق على اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مستدام في السودان وشحذ الجهود الدولية للاستجابة للوضع الإنساني، بما في ذلك توفير الدعم المطلوب لدول الجوار التي تستضيف أعدادا كبيرة ومتزايدة من السودانيين. شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في اجتماع رفيع المستوى على هامش اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة الخطوات التنفيذية لمبادرة العطاء لتنظيم العمل من أجل الأرض. واستعرضت المشاط التكامل بين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي والمبادرة وما تم بذله من جهود من أجل حشد الاستثمارات لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. شارك وزير الصحة خالد عبد الغفار في اجتماع مبادرة منتدى الاقتصاد العالمي لدعم التصنيع المحلي الذي عقد على هامش الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الدول في توطين الصناعات الدوائية واللقاحات وآلية التعاون بين الدول في مجالات البحث والتطوير والنقل التكنولوجيا، مستعرضا إمكانات الدولة المصرية من حيث الإنشاءات والطرق والبنية البنية التحتية والقدرات البشرية والبحثية التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات ووسائل التشخيص الطبي. أكدت الأمم المتحدة أن القمة اعتمدت إعلانا سياسيا أكدت فيه أن القضاء على الفقر بكل أشكاله هو أكبر تحد دولي ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. اقترح الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي خلال كلمته أمام قمة أهداف التنمية المستدامة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء مراكز لتخزين ملايين الأطنان من الحبوب والغلال في البلدان الإفريقية وغيرها من المناطق الحساسة، وذلك لتحسين سبل الوصول إلى الحبوب الأوكرانية وتعزيز الأمن الغذائي العالمي. وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لجنة الصناعات الدفاعية الروسية بضرورة زيادة انتاج البطاريات المضادة للطائرات وانظمة الدفاع الجوي، مشيرا الى ان انتاج الانواع الرئيسية من المركبات المدرعة تضاعف اكثر من العام السابق، كما تضاعف انتاج وسائل التدمير الاكثر حاجة الى 3 اضعاف.